دكتور اسامه رشدي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اظن اول جمعه تحضرها بعد الثوره، بعد مجيئك من لندن. نعم نعم، انا طبعا لي الشرف ان انا اكون هنا النهارده في ميدان التحرير، في هذا المكان الذي شد انتباه العالم اجمع، والذي يحرص كل زائر الان لمصر من مختلف انحاء العالم على ان ياتي هنا لكي يغبر اقدامه بهذا التراب الذي شهد هذه الثوره العظيمه المباركه. انا هنا في ميدان التحرير اليوم كي اشارك يعني في هذا الجمع الطيب الكريم الذي يحاول ان يحيي ذكرى الشهداء ويطالب بالقصاص للشهداء، هؤلاء الشهداء الذين بدمائهم الزكية يعني جلبوا الحرية لمصر، والتي نفخر بها والتي يفخر بها العالم. فطبعا نحن هنا للاستطلاع ولمشاهدة هذه الوجوه الطيبة، وإن شاء الله نتمنى أن لا تضيع دماء الشهداء هدر، بل تساهم في بناء مصر القوية، مصر التي تستطيع أن تقوم بدورها العربي والإقليمي والدولي، مصر التي تنهض باقتصادها وبصناعتها وبزراعتها وبتنميتها، مصر التي تستحق أن يكون لها مكان أعظم في التاريخ. وكل هذا إن شاء الله سيتحقق بدماء هؤلاء الشهداء وبتضحيات الشباب وبتضحيات كل أبناء الشعب المصري الذين صنعوا هذه الثورة العظيمة. هل في نية لدخول أحزاب معينة على الساحة؟ خاصة بعد إعلان الجماعة الإسلامية حزبهم البناء والتنمية. الحقيقة أنا كما ذكرت من قبل، أنا لا أزال في مرحلة دراسة للساحة السياسية، وأنا أفضل الآن الاستمرار في العمل كمستقل كما كنت أعمل في لندن، ولي علاقات مع مختلف القوى السياسية، أنا معني أساسا بالمشاركة في أي أنشطة تعمل على إنقاذ الثورة. نريد التخفيف من حدة الاستقطاب السياسي وحدة الانقسام، لأن هذه الثورة لن تنجح إلا بكل سواعد الشباب والقوى السياسية التي صنعت هذه الثورة. لا يستطيع أي تيار بمفرده أن هو ينهض بمصر أو يضع مصر في المكان اللائق ليها، وبالتالي نحن لا زلنا الآن، أنا أتمنى أن نرجئ قليلا قضية التنافس والصراع السياسي لقضية اللحمة والوحدة على أساس إنقاذ الثورة وإنجاح هذه الثورة، لأن الشعب الآن يتطلع إلينا، العالم كله يتطلع إلينا، يريد أن يرى هل الشعب المصري قادر على، هو صحيح استطاع أن يسقط النظام، لكن هل هو قادر على أن يبني نظام قوي جديد ديمقراطي حر، قادر أن يبني اقتصاده، قادر أن يبني صناعاته، قادر أن يبني التكنولوجيا، قادر أنه هو ينافس في مضامير القوة؟ لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما القوة الرمي، لا يقصد بها الرمي فقط، القوة الآن تكنولوجيا، فضاء، ذرة، علم، تنمية. وبالتالي إحنا الآن أتمنى أن إحنا نأخذ بعض الوقت لكي يتشاطر الجميع في دفع هذه الثورة للأمام، ثم بعد ذلك نتنافس كقوة سياسية. شكرا لكم. الجمعة الجاية تحضر إن شاء الله؟ للأسف أنا الجمعة الجاية سأكون خارج مصر، وإن شاء الله عائد مرة أخرى. إذا كنت موجود، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ إذا كنت موجود داخل مصر، إيه رأي حضرتك في موقف الإخوان المسلمين بالتحديد في الأيام اللي إحنا فيها؟ والله يعني أنا يعني أنا مش معني الآن بمحاكمة أي تيار معين. أنا أقول أن الإخوان المسلمين أو أي قوى سياسية هي تحاول أن تجتهد للوصول للأفضل، وأنا قلت، كنت في حوار مع الشرق الأوسط، قلت أن أنا صاحبت الدكتور ممدوح حمزة في رحلة إلى بني مزار، ومع الدكتور عمار علي حسن والدكتور عبد الخالق فاروق، وكلهم شخصيات محترمة ولهم رأي على النقيض تماما من رأي الإخوان، وقلت يا ريت أن الناس كلها، كل القوى السياسية تعمل زي الدكتور ممدوح حمزة، رغم أنني أختلف معه في الرأي فيما يتعلق بموقف الدستور والانتخابات وما إلى ذلك، لكن هذا الرجل ذهب إلى أقاصي الصعيد ويتكلم مع عوام الناس والشعب، وهذا السلوك طيب على الناس أنها تترك المكاتب المكيفة وتسافر وتنزل القرى والنجوع وتخاطب الشعب، وبعد كده لما تكون في انتخابات يجب أن احنا نقبل بالنتائج بتاعتها. الشعب الإنجليزي كان عنده الشهر اللي فات في مايو الماضي انتخابات واستفتاء،
على إصلاح النظام الانتخابي، هل نصلحه ولا نسيبه زي ما هو؟ الشعب الإنجليزي 67% قال نسيبه زي ما هو، رغم أن الإصلاح كان أفضل، ومع ذلك الناس بيقبلون دائما بنتائج ديمقراطية. عندهم دلوقتي عندهم استقرار، مش محتاجين يغيروا أو ما احنا عشان يعني يكون بس حضرتك دلوقتي احنا في حالة ثورة، والأخوان المسلمين كانوا من بداية ثورة موجودين وكان لهم نشاط سياسي. ماشي يعني من يوم لازم نقول ماشي. معلش